سبورت. الموجز الرياضي من راديو سبا أقدمه لكم أنا سولنار محمد. انطلاق بطولة كرة الطائرة للرجال في الحسكة الجمعة بمشاركة 9 فرق. كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2015-2016 حسب استفتاء أجرته صحيفة ماركا ولا غازيتا ديلو سبورت. نجم برشلونة يصرح أن ليونيل ميسي هو الأفضل رغم اعترافه بصعوبة تكهن هوية من سينال الكرة الذهبية للموسم الماضي. أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني يستقبل السبت فريق غرناطة صاحب المركز الأخير في الدوري الإسباني. قرعة دور 32 لكأس ملك إسبانيا، برشلونة حامل اللقب يحل ضيفا على إيركوليس، وأتلتيكو مدريد يحل ضيفا على جيفوليو، فيما يحل ريال مدريد ضيفا على جول تورال. تعادل بروسيا دورتموند وهيرتا برلين بهدف لكل فريق في لقاء مثير شهد حالتي طرد وركلة جزاء ضائعة من أومبيانغ صاحب هدف دورتموند. هيرتا برلين حافظ على المركز الثاني خلف بايرن ميونخ وبفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز الثالث. نوفاك جوكوفيتش يحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي إثر فوزه على ميشا زيفيريف بمجموعتين لواحدة في بطولة شنغهاي ماسترز للتنس. مستمعينا بهذا نصل إلى نهاية الموجز الرياضي، أوقات ممتعة أتمناها لكم. FM.